دلوقتي احنا هنلعب دور. من غير روم انا دلوقتي مش عايزه العب مع اصدقائي فدلوقتي انا في باثنين وفي باربعة دي الاعدادات دلوقتي هدخل على كمبيوتر دلوقتي هشوف انهي طبعاً. كل ده اختار لعب كراسي. انا عايز العب مع واحد بس يبقى لاعبين اثنين طبعا بتحدد لين كان حددت مثلا لون اللبن فيديو طبعا انا بلعب جيل اتنين خلاص لازم يجيلي ستة في الاول عشان اطلع ممكن عايزة تلعبي مرة ثانية هنا اصلا هو طلع اهو انا طبعا النجمة دي لو وقفت عليها محدش يقدر ياكلك خالص مش شرط تطلعي ممكن تلعبي عادي دي حرية ليك الحرية الكافية بس في حاجة لو مثلا مدخلة التلاتة ومعكيت غير واحد بيلعب لوحده طبعا هو بيحاول يهرب مني انا كده خمسة فراح اقتله كان ممكن يجي فرصة نقتله
بحاول اجري وراه لانه ممكن يدخل فبالتالي ممكن يكسب. نحن نضيفها مرة واحدة، في المرة التانية بيدخلها اللي هو الخط المستقيم الأخضر بتاعه. للأسف مش عارفة أكله، بدل دخل مش عارفة أدخله خالص. مش مشكلة، احنا برضو هندخل. طبعا لما بدخلها بلعب تاني، او لما بيجي ستة بلعب تاني. شكرا لكم على الوصل قبلي، بس انا للاسف مش عارفة. طبعا هتسنين ألعب لحد ما نشوف مين اللي هيفوز. اللعبة جميلة جدا ومسلية أكتر مع أصحابك، بس يعني ادعوا انه ما يجيش الكل، لأن لو جاله ستة ممكن الكل. هي اللعبة بتبقى أحلى شوية لما مثلا بيبقوا صحابك وتقتلوا في بعض وتاكلوا في بعض وكده. ف لما اوقف كده مش هعرف اكون صح. مش هتجلس التلو، ممكن يجي وياكلني، ممكن يجي هو اللي يكسب، بس ربنا يستر. مش عارف العب، لازم يجيلي واحد لانه مش عارف العب. انا بقى يجيلي في ارقام كبيرة دلوقتي،
يا رب يا رب واحد. الفيديو